مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة نور ودودي. النهاردة هعمل ريفيو عن الشيفينج او الشفرات. طبعا بنات كتير دلوقتي بيستخدموها، فعايزة اقول لكم بقى ايه الانواع الحلوة اللي احنا نستخدمها وايه الانواع اللي مش حلوة، اللي بلاش ان احنا نستخدمها لانها بتعمل شوية مشاكل كده. اول حاجة انا جربت 3 انواع. جربت كوين، دي الغلاف بتاعها، وجربت كمان نوع تاني فينوس، اكيد طبعا كلنا عارفينها، وجربت الجيلت، ده شكل الجيلت. اقول لكم بقى اول حاجة جربتها الكوين، هي ايه المشكلة اللي فيها واللي خلاني بطلت ان انا استخدمها، ان هي مفيش فيها الجل اللي بيبقى هنا. زي ما بقول لكم يا بنات، ان هي ما بيبقاش فيها الجل اللي هنا. الجل اللي هنا ده بيحافظ ان هي ما تجرحش، فهي كانت مشكلتها معايا ان هي بتجرح كتير جدا، عشان كده بطلت ان انا استخدمها. كمان سعرها حوالي، يعني بتبقى 18 في الغالب في العروض، لان دايما بيبقى عليها عروض، ولما بتغلى ما بتزيدش عن 22، وهي بيبقى فيها 5 قطع بس. بس زي ما قلت لكم، انا ما بنصحش حد ان هو يستخدمها، لان هي فعلا بتجرح البشره، بتعمل تعوير كتير جدا. موضوع الجل اللي هنا ده مهم جدا، فبلاش تستخدمه. تاني حاجه الجيلت اللي احنا قلنا عنها دلوقتي، دي كانت ماركه كوين، جربت فيها اكتر من شكل. الجلد بقى، الجلد بصراحة اكتر حاجة ريحتني، لان فيها الجل اللي هنا ده فعلا بيخليها ان هي ما تجرحش، بتشيل الشعر من غير الم، او من غير ان هي ايه تجرحك او اي حاجة، لان الجل ده بيعمل حماية حلوة جدا. سعرها مش غالي، يعني هي بتبقى حوالي 32 37، مش اكتر من كده، وبرضو بيبقى 5 قطع مع بعض، او 6، 5 ولا 6 مش مشكلة. هي مش فارقة يعني، بس هي بصراحة حلوة جدا. اكتر شفرة عجبتني واستخدمتها. كمان في معانا ماركة فينوس، هنا ولا هنا مش عارفة هتحطها فين. فينوس انا استخدمت اللون اللي هو لونه لبني، الشفرة لونها لبني زي اللي هتشوفوها تظهر عندكم دلوقتي. بس برضو هي نفس المشكلة، ان هي مفيش فيها الجل اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو بيحمي ان هي تجرح البشرة او حاجة، فبطلت ان انا استخدمها. لو هتستخدمي فينوس خليكي حريصة تستخدمي اللي فيها الجل ده، لان هو بيبقى مريح جدا في الاستخدام، وما بيسببش اي جروح او حاجات من دي. انا عايزة اقول لكم على حاجة من تجربتي مع الشفرات، ان انتي حاولي انتي تقللي جدا من استخدامها. هي ميزتها ان هي سريعة، بس لو تستخدميها خليكي استخدمي حاجة تكون كويسة، ما تأثرش على بشرتك او تجرحها. الميزة في الشفرة ان هي سريعة، بتنجزي بسرعة، بس برضو بتخلي الشعر ان هو يطلع بسرعة. فانتي لو هتستخدمي عشان خاطر ان انتي محتاجة حاجة بسرعة، استعجلتي، مفيش قدامك غيرها، اوكي تمام، انما غير كده ما تخليهاش اللي هي اسلوب حياة. كمان الناس اللي عاملين ليزر دول بيبقوا مضطرين ان هما يستخدموا الشفرة، مفيش مشكلة خالص، بس بلاش تستخدميها في وشك، لان في بنات كتير بدأوا يستخدموا الشفرة في وشهم، ودي بتبقى مشكلة. عايزة اقول لكم كمان استخدميها في الاماكن زي منطقة الباط او منطقة البيكيني، بلاش تستخدميها في باقي جسمك عشان ما تطلعش الشعر تخين او خشن، كفاية في المنطقتين دول. لو تتحملي ان انت تشيلي في الاماكن دي بالسلكابيل او بالسويت، يا ريت ان انتي تشيلي بيهم، هيبقى افضل. انا برتاح جدا في السلكابيل، لانها بتخلي الشعر ما يطلعش بسرعه. انا كمان عامله ريفيو عنها، هي بجد اله حلوه قوي. انا هسيب لكم اللينك بتاع الريفيو اللي عنها في صندوق الوصف عشان تشوفوه. ف
فحاولي ان انت يبقى كل، وكمان بتخلي الشعر ما يطلعش بسرعة، حاولي يبقى كل شغلك بالسركبيل البراون او بالسويد، دي احلى حاجة، احلى حتى من الشمع ومن حاجات كتيرة جدا. الشفرة ميزتها كمان تقدري تستخدميها في الاماكن الحساسة زي ما قلت لكم، افضل من الكريمات. الكريمات بتسمر لانها مواد كيماوية، كمان الكريمات بتعمل ريحة مش لطيفة، فبلاش الكريمات. لو هتستخدمي كريم يبقى احسن تستخدمي الشفرة مكانه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. مع تحيات نور ودودي.